بيت ابوها ضيق يعملوها في الدوار، في الدوار بقى، وكانت فيه مثلا طبله او جردل. الستات كانوا بيغنوا بقى دوسي يا العروس على البساط، ودوسي انا بتحبيه ولا لا، اهو جالك الكلام اللي هو ده بقى، مش حافظينه احنا دلوقتي. الستات اللي موجودين يعملوا لها هيصه وزنبليطه، وكان كل الات الهيصه كان عباره عن طبله، الطبله اللي هي العاديه دي. قعدوا يرقصوا ويغنوا وزوقت في البيت. انت ما جبتليش قهوه في الحنة؟ لا، في الحنه زوقت في البيت. مرات ابن عمتي اللي زوقت. في البيت. مرات مجد ابن عمتي. ما هي اللي زوقت اصلا. كان في كوفرات، ده انا اللي اخترعته كده ساعه ما خدتك. مش انت بقى كنت فرحان اللي انا رضيت بك؟ اللي انا بقيت طاير من الفرحه والله. بياخدوا الاسبوع اللي هو فيه المشطه شغاله دي كلته اغاني، بيقولوا عليها تحنين. بيحننوا يا عروس مش عارف ايه، خلي حته متذكر عروس بفتكر، بخلي ده دي الاغاني بتاعت العريس بفتكر، خلي حته متذكر يا مهلبيه يا، كانوا بيقولوا كلام كنا بنبكتوا بعض كبلاه، هم يقولوا الشاب هب هد المصطبه وانا نجر الكرنب عايم على الميه، ولازم الجاره تجامي. يعني ايه تجامي؟ لازم تروح وترقص. فاكر خالتك هانم لما رقصت في الحنه بتاعتنا؟ كان نسوان بقى اللي بترقص ساعتها، ما كانش فيه شباب الكتيره قوي ديك، ما كانش فيه دي